في قضيه غريبه قوي محتاجه تامل مننا. الدوله بتسترد الاراضي المنهوبه، وده طبعا بعد غضبه رئيس الجمهوريه في هذا الموضوع. بس شفت خبر غريب قوي، ان الهيئه العامه للاصلاح الزراعي استولت على ارض زراعيه مساحتها 99 فدان و15 ايراط و20 سهم في الفيوم. الارض دي بتاعت حسين فهمي ومصطفى فهمي، الاثنين الممثلين المشهورين. بس اللي بتاخده هيئه الاصلاح الزراعي باليمين بترد عليه وزاره الماليه بالشمال. الدائره 74 تعويضات في محكمه شمال القاهره في العباسيه ألزمت وزارة المالية بدفع 3,736,000 جنيه لصالح الفنانين حسين فهمي ومصطفى فهمي كتعويض عن الأرض اللي اتخذت. فده معناه إننا لو أخذنا أرض ما اعتداش عليها أفراد بالغلط، ما هو تكليف الرئيس إنه خدوا الأرض اللي الناس استولت عليها بوضع اليد. طب لو إحنا خدنا أرض ما تمش الاستيلاء عليها بوضع اليد، ده ممكن الدولة تلاقي نفسها في الآخر بتدفع تعويضات للناس اللي خدت منهم الأرض بالغلط، وكده نعذب الناس ونخسر الدولة. طب ممكن وإحنا بنسحب الأراضي اللي الناس وضع إيدها عليها ناخد بالنا شوية، نستخدم مشرط الجراح مش سطور الجزار؟ ممكن، عشان ما نغلبش خلق الله معانا وندفع فلوس.